واحنا سعداء طبعا بيه، لان كلنا امل في ان الثقافه تكون شعبويه عن طريق نادي الحيوانات ونادي الزمالك ونادي الاهلي وهذه الاماكن الشعبيه. وطبعا الاستاذ محمد رحيل، السلام عليكم جميعا. لو سمحت يا استاذ محمد، اسمع لو سمحتوا، لست تقريبا ولا شيء. اسمع يا استاذ محمد، حتى وصف هذه الكوكبه المبدعه من الشعراء والادباء، ولكن انا احيي واشكر اللواء على فكره اللي هو شدني لهذا الاتجاه الرائع، هو الدكتوره سهام الدائري، واحييها وهي نموذج وقدوة لمصر كلها. وطبعا انا شرفت النهارده في جمعيه خريج الجامعات، هذه الجمعيه العريقه اللي هي تاريخها، لما انا شفت تاريخها عرفت ان الاثار يبقي الاثار في هذا المكان. فمن حقي كل اللي اسسوا واللي مستمرين بهذا المكان العملاق اللي يحتوي الادباء والشعراء في هذا الزمن اللي هو بقى زمن مختلف، ما بقاش عاد يهتم بالادب والشعر. احييكم